السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة وفي احسن حال. احنا النهاردة موجودين في فلوباتير درب سعادة، ما شاء الله ما شاء الله، يعني عنده تشكيل رهيب من الرفايع بتاعة المطبخ، مشهور جدا جدا في درب سعادة من كمية التشكيل اللي عنده، اكبر تشكيل لرفايع المطبخ والحاجات التركي، يعني فلوباتير بتختصري اماكن كتير جدا جدا. هتروحي تدوري على حاجة هنا على حاجة هنا؟ لا، اختصري اماكن كتير جدا، وطبعا تروحي على فلوباتير دي من غير كلام. هسيب لكم لينك التليجرام في صندوق الوصف او في اول تعليق مثبت، هتدخلوا تشوفوا كل الشغل بنفسكم، وحتى لينك التليجرام مكتوب عليه الاسعار كلها. لو في حاجه فاتتني في الفيديو، لينك التليجرام عليه كل التفاصيل بالاسعار، بكل الشغل بينزل اول باول، كل الشغل الجديد موجود عند فلوباتير، الحاجات اللي لسه هتنزل في المحلات موجوده عند فلوباتير بالالوان بتاعتها كامله. عندنا شحن لكل المحافظات والقاهره الكبرى، وطول ما الفيديو شغال الارقام موجوده اسفل الشاشه للتواصل مع فلوباتير على طول. اتمنى الفيديو يعجبكم، يا ريت اللي مش مشترك في القناة يشترك ويفعل الجرس ويعمل لايك عشان يوصله كل الإشعارات بالفيديوهات الجديدة. مساء الخير، ازيك؟ مساء النور، ازي حضرتك؟ تمام الحمد لله. نورانا يا استاذة شيماء. تسلم، الله يخليك. انا شايفه ما شاء الله في عندنا شغل جديد النهارده وشغل حلو. عايزين جدا عايزين نقول للناس الاول احنا فين. احنا في فلوباتير درب سعاده، ده لنا فرعين. تمام. في فرع خلف ملوك آلة الازهر، وفي اللي هو في 5 عطف درب سعاده. تمام. بتدخلي من جنب بنك مصر، بتسألي على السنتر اللي هو الدورين. نورونا في اي وقت. بس خلاص كده؟ تمام. احنا في عندنا شحن مش كده؟ شحن محافظات والقاهرة. تمام، احنا عندنا شحن محافظات والقاهرة، وفي شحن متر، في توصيل مترو كمان. في توصيل. تمام. عندنا سوق الشبكة، عندنا بتبقى الشبكة ضعيفة شوية، لو لقيت الأرقام غير متاحة بتكلمينا على الواتس. على الواتس، هو أصلا المفروض الأوردرات كلها يا جماعة على الواتس، حتى للاستفسار ابعتي على الواتس. هنسيب لك برضه اللينك بتاع التليجرام، بتاخدي الحاجة اللي بالسكرين اللي أنت عايزاه ونشحنها لك في الليل. تمام. او من الفيديو، هاتي كده او هاتي كده، واللي بيتواصل معاكي هيبقى تمام عارف. واحنا قلنا كل الاسعار في الفيديو، سامحوني لو في حاجه عديت ما قلتش سعرها، اتواصلوا معاهم على الواتساب. الارقام طول ما الفيديو شغاله اسفل الشاشه، ويا ريت اللي مش مشترك في القناه يشترك ويفعل الجرس ويعمل لايك عشان يوصلوا كل الاشعارات بالفيديوهات الجديده. نقول بسم الله ونبدا الفيديو بتاعنا. بص بقى، في اللابولات دي احجامها كلها موجوده، من اول الكبير والوسط والبيبي، مش هنقول الصغير، زي بيبي شويه. دي اسعارهم. كل الحاجات دي ماركه كيتشن، دي مصنعنا احنا. كيتشن. مايكرويف وغساله اطباق ومختومه 5، اي حاجه فيهم دي 5. تمام. وبرده الالوان بتاعتنا موجوده، الموف والاكوا والبيبي بلو. دي 3.5. 3.5. دي 10 جنيه 10. دي 20. 20. تمام. طيب ايه تاني؟ احنا عندنا من المربع كمان. المربع برده في منها المقاسين اللي هم الصغيرين، المقاسين دول. 3.5 برده و10. 3.5 و10. وفي انا شايفه في منها الاطباق، وفي منها المدوره والمربعه. وريني كده الطبق. طبق برضو حلو. نفس الفكرة. انا عايزة ممكن نعملهم الحاجات دي على فكرة اطقم رحلات، يعني دي حلوة قوي. تمام. ده بكام الطبق؟ 6.5 و7.5. 6.5 و7.5. برضو في الوان كتير زي ما احنا شايفين، هم 4 الوان، هتلاقيهم متكررين في كل حاجة. ده طبق كبير مسطح ومربع، ده مفتوحين مقاسين. جميل. مقاسين زي كده. ده 10 جنيه، ده 12 ونص. ده 10 وده 12 ونص. مايكرويف برضه 5 في الخامة. ده اغلى، ده اعلى من التاني. ده حلو قوي. بصي برضو الغرف بتاعه والخامه بتاعتهم زي الميلانين. ده جميل. جميل قوي على فكره. 5. قولي الاسعار بتاعت الغويط كده. 7.5. ده 7.5 الغويط، ولا المسطوح الكبير 12.5، والصغير بتاعه 10 جنيه. 10 جنيه. حلو قوي على فكره، اسعارهم حلوه قوي قوي. لو انت بتعملي اطقم للاطفال او عندك عموما يعني شغل كتير في البيت كده للسن ده، حلوه، ولو لرحلات كمان ممتاز جدا. طيب الحلل دي نظامها ايه بقى؟ في بيضاوي. دي بيجر برضو. في بيضاوي وفي مدور. ده طقم ولا بالقطعة؟ لا دي بالقطعة. بكام القطعة؟ 35. البيضاوي او المدور؟ تمام. دي حاجات ايه؟ بص الحاجات للسلس دي، حاجات سلس على المغناطيس كلها. دي حاجة العروسة بقى جديدة. اللمون بتاعتها جميلة. ودي ايه؟ معلقة ايس كريم حلوة قوي. بص لو عايزة تبص على التشكيل بتاعه ونتعلقه. عليكم السلام ورحمة الله. مدائب بفتي بتاعت التون اللي هراسه استلس، ومدعي البوفتيه ايس كريم، والمقشره والقشاره، وفي لا في اللي معاك بتاعت الكساره، الكساره والليمون. والليمون بكام بقى؟ كل حاجه لها سعرها ولا كل حاجه لها سعرها؟ هيطلع فوق اللي هي بتاعت التون 60. 60. 75 المدائب. 75. 35 المعلقه. 35. 27 المقشره. 27. 65 الليمون. تمام. 55 اللي هي المكسرات. 65 حلو قوي.
ان شاء الله حاجات كتير جدا. وبرده في اطقم اسمها ايه، قطع مربعه زي المدور. مربعه ده طقم، ثلاث قطع. ده طقم كام بقى؟ قطع بيبقى عامل 65. 65 تمام. وفي كمان هنا الاطباق دي، الاطباق دي في منها ثلاث مقاسات زي كده، مقاسين بوله ومقاس طبق. اه ده حلو قوي. ده برده ايه الماتيريال بتاعتهم كويس. تمام. ده بكام؟ ده 6.5 ودي 4 جنيه، وده 7.5 وده 7.5. اكبر واحد 7.5، والبوله 4 جنيه، والطبق ب 6.5. تمام. معانا كمان الثلاث، احنا عندنا مكرمات كتير النهارده. دول ثلاث توابل زي كده عاملين 12.5. 12.5 ده موديل، وفي الموديل الورده ده. ده جميل. ده 12.5 برده؟ 12.5. تمام. حلو قوي. طيب عندنا بقى البولات دي شكلها برده حلو قوي. ثلاث مقاسات برده زي كده. ثلاث مقاسات. 3.5 7.5 10. والمدور اللي ليه حرف ده برده شكله حلو قوي. مقاسين 5 جنيه والكبيره 7.5. 5 والحرف بتاع ده بيتشال لو هتحط لها غطا ولا حاجه. دي حلوه قوي برده. دي لو عندي غطا ولا حاجه السيليكون او كده او كده بتمشي يعني. تمام. حلوه قوي. وبرده يا جماعه الالوان دي ثابته معانا في كل الشغل بتاع البلاستيكات اللي موجوده هنا. ايه دي بقى الصغيره دي؟ دي قلب الثلاجه دي كده اللي جاب الجبنه الرومي اللي الحاجات اللي هي اللانشون الصغننه دي. طب تمام. ايه تاني؟ ده طعم مريالة وماسك وفوطه. مريالة وماسك وفوطه ده طعم مطبخ. بكام دي كده الاشكال؟ تمام. وكده 50. بصوا حلو قوي. دي مريالة لوحدها. دي مريالة بس كام؟ 30. طيب بالنسبه للتوابل الادوار ده اكريليك؟ ده اكريليك بيبقى طعم سته زي كده. ومعاه ستيكر على فكره على ستيكر باسماء التوابل. ده بكام؟ ده بيبقى عامل 75. 75. ودي ايه دي؟ دي بتعلقها جنب في المطبخ او في التواليت للفوط. اي حاجه في المطبخ او في التواليت لو اتحط فيها فوطه كده. تمام. حلو قوي. سعرها 30. 30. طيب ايه تاني؟ اللي هي الرشاقه العصفوره دي، الرشاقه بتاعت الفواكه دي جميله برضه. ده كام؟ دي ب 10 جنيه. 10 جنيه. دي من الموديلات دي. دي بلاستيك كل الالوان دي بتاعتها بلاستيك كده. بص دي مرنه معاك يعني. اضغط عليها ترجع معاك. ترجع فين؟ تمام. ب 10 جنيه. ب 10. ودي بقى علب دي تستخدميها فازه او صفايات معايا. دي تشيل الغطا اللي تحت كانت بقت صفايات معايا. او فازه للزرع برضه. او على الميك اب يعني تحطي فيها ميك اب على التسريحه في منها اشكال الكلام ده. بصوا في منها اشكال قوي. في العلب دي بلاستيك ولا زي الميلامين؟ دي بلاستيك بغطا سيليكون. احنا قلنا دي بكام؟ دي 17.5. تمام. دي الغطا بتاعها مرن زي كده. تمام. الماس الصغير ده 12.5 والكبير 17.5. الكبير 17.5. في كمان الحاجات بتاعت الزرع الديكور دي حلوه قوي. ده في منها الابيض والكشمير والاسود. دي بحبل كده بتعلقيها جميله. بكام دي؟ سعرها 25. 25. في منها الالوان اللي احنا قلنا عليها، وفي علقات زي كده زي الطابلو برده خارج منها الزرع برده. دي بكام؟ دي اي حاجه فيها 22. 22 مدور والمربع اشكال والوان اهي. طيب الفاز دي بلاستيك برده صح؟ دي بلاستيك بتتعلق برده. يعني في منها اللي هي النص دايره وفي منها اللي هي الدايره الكامله. دي بتتعلق. انا المره اللي فاتت كنت مصوره الكامله. طب الكامله بكام؟ الكامله ب 30 والنص 17.5. 17.5. طيب احنا عندنا كمان ده ايه، خشب ولا بلاستيك اللي هي؟ لا ده بلاستيك تركي. بلاستيك تركي بكام؟ بيبقى عامل 20. 20. ودول ايه اللي تحت دول؟ دي بتشكلي انت بقى الورد زي ما انت عايزه. يعني هو مديك الورق فارغ فاضي زي كده تحط فيه ورد جيلي الحاجات دي بتشكلي زي ما انت. تمام. حلو قوي. وفي بقى حاجات جاهزه هنا اهي لو انت عايزه حاجه جاهزه على طول. في اللي زي كده التشكيل ده تركي. وفي زي كده برده اللي هي الشكل ده. وفي كمان الشكل ده الجولد على فكره نازل موضه جدا. حلو قوي. تمام. ده باسكت غسيل بيتلم ويتفرد زي كده. بصوا اهو لونه جميل وشكله حلو قوي وعملي. بص ده لما بيتقفل لو هتخزنيه بص في مساحه قليله خالص. بدل ما ياخد معاك المساحه دي كلها. تمام. وهو هنا مفروض تحطي فيه حاجتك وتشيلي فسهل جدا. العلبه دي ايه بقى؟ انا جبتها هنا قربتها. دي علبه توابل. توابل. تمام. دي متقسمه لاربع اجزاء من جوه. لو انت بقى ثلاثه. لو انت بتجهزي مقدار، لو انت مسافره بتحطي فيها حاجات فهي تنفعك جدا. مصطوب بالمعالق بتاعتهم. تمام. وبيتفصلوا من العلبه صح؟ بيتشف. طيب يعني تقدري تستعمليها اي حاجه تانية انت عايزاها برده. بكام دي؟
22. 22 والمبشره دي معاها غيارات ولا هي كده؟ لا دي مبشره بالخزان. بالخزان اه بالعلبه بتاعتها بكام دي؟ تبقى عامله 25. 25 والفواحات دي بطرمانات دي جميله قوي. اه بكام دي؟ 20. 20 معانا كمان القطقم علب الصاج دي حلوه قوي وكبيره على فكره ما شاء الله. دول ثلاثه مع بعض والوانهم جديده. بكام؟ 50. 50 ومعانا ايه تاني؟ قطعة البطيخ. قطعة البطيخ تمام. 95. 95 في المصفى السيليكون دي. والمصفى دي اه دي يد سحابه كده وسيليكون اه بتتفرد وتتلم لاستغلال المساحات. الحاجات دي بتبقى حلوه قوي يا جماعه للناس اللي هم ما عندهمش مساحات كبيره الدنيا عندهم صغيره. بكام دي؟ دي 50. دي ب 50. طب وعلبه بقى الانجليش كيك ولا ده اكليرك تورت والماركت ماركت بيجر؟ اه تختار لي اللون. اه اه حلو ده قوي. دي كبيره. دي كبيره حلوه على فكره. ده اكليرك مش اه ودي بلاستيك. ده بكام ده؟ 95. تحفه حلو جدا جدا. ده تركي جدا. حاجه مدفعه. اه اه جميله دي. في علبه الخيط دي برضو دي بتبقى 210 قطعة. 210 فيها الخيط والابر وكباسين بقى وزراير وحاجات كتير جدا. تمام بكام دي؟ دي 60. دي ب 60 تمام. في بقى وراك على طول الحاجات بتاعت البساقي بتاعت اللي هي العربيات التسوق دي للبطاطس. دي المقاس الصغير بيبقى عامل 20. دي ب 20. في مقاس اكبر؟ لا اكبر حاليا. خلصان هرس ايه ده؟ دي هرس البطاطس او فول والحاجات دي. بص دي بتتفرد وتتقفل يعني بتستخدميها كده؟ اه او كده. ده بكام؟ دي بتبقى عامله 30. 30 دي جميله على فكره حلوه قوي بسم الله ما شاء الله. تمام تعالى بقى قول لي على القطعه بتاعت التوستكس دي عجباني. دي العصفوره الخضراء. اه شيل دي نملك واحده غيرها. كده اهي تضغط عليها. بضغط عليها بايدي كده. طب ما انا اخد بقى التوستكس وخلاص. لا سهل عليكي بقى. هي بتجيب لي واحده. جيب لك واحده واحده. انت عايزه اكتر من واحده؟ لا دي دلع قوي جميله. بيجي برده معاها الباكت فيه 100 خله. الباكت دي بكام دي بقى؟ دي 22 جنيه بس. 22 والله جميله. بص دي لو بتيجي تقفلتها كده برده لو عايزه تشحني وبتيجي معاها الخله بتاعتها. اه اه تمام حلوه قوي ما شاء الله جميله. دي 22 يا جماعه. في حامل الفيش ده؟ فيش؟ ده بتعلقيه كده بيجي مع الدبل فيس بتاعه. اه تحط الفيشه هنا هو يشيلها بقى يفضل شايلها. تمام بص هو قاعد لنا اهو في وضع الاستعداد. حلو قوي زي ما يكون بيقول يا رب. اه التاني دي ولقيت مطبخ وراها لنا اللي في ايدك. دي شماعه تعلى عليها فوطه تعلي عليها اي حاجه ولا. تمام ايه بقى اللي فوق دي؟ مرايه ليد. دي مرايه ليد ده اوريها لك وهي شغاله. طيب تمام بص معاك التشكيل اللي هو بقى السوسته ده بتضغط عليه كده. اه بينزل السيجار بتاعها بينضف بتنضف نفسها بنفسها. اه بكام دي؟ دي 35. تمام معانا المربعه دي في منها الساده وفي منها الالوان. تمام اي حاجه فيهم 15 جنيه. 15 جنيه تمام. في الكف ده اه 35. 35 في الشبشب ده ايه ده؟ دي طفايه. طفايه دي جميله جدا. دي حلوه. في منها الوان بقى اه 22. 22 دي جميله على فكره. دي انت ممكن ما تستعملهاش طفايه بالظبط يعني انت ايه تمشي ملحه والله تمشي حاجات تمشي جميل. في اللي هما بقى حاجات الكبار بقى دي اه بكام دول؟ دي 35 والكبيره 45. 35 والكبيره الجامبو دي 45. في بقى الطعم اللي بيساعدك في المطبخ ده لونه جري كله كده شيك قوي شكله حلو قوي ده. ده معشره مع مضرب مع قطعه بيتزا مع معلقه ايس كريم مبشره ومعلقه ايس كريم كولا مبشره. ده بكام ده بقى؟ ودوار كمان. اه ده بكام ده؟ ده 170. 170 ما شاء الله جميل. في المنظم برضو الخليه ده اه ده بكام؟ ده 22. 22 حلو قوي. بصوا وده في شكل تاني فوق ولا ده في ايه؟ الشكل ده مربع. اه ده مدور. تمام نفس السعر؟ اه في طقم السكينه ده ده رشاقه كده رشاقه ده جرانيت خامته نضيفه. تمام بكام؟ 190. 190 تمام. بصوا المج السيليكون في منه في اشكال منه والوان كتير. في طقم العروسه ده بصي بقى ده الفرشه الخشب مع لفت الظهر مع الليفه بتاعه الجسم وسبونشا. ده بكام؟ وده حجر رجل. وحجر رجل ده 65. 65 ده برده على فكره كهدايا حلو جدا. في البوني الشعر العطيفه ده عطيفه ولا فايبر؟ فايبر.
بصوا ده بقى للشعر الكيرلي، لان الشعر الكيرلي ما بينفعش تنشفيه بالفوطه العاديه، فده بالنسبه له بيبقى حلو جدا. في منه الوان كتيره، ده بصوا الالوان بتاعته اهي، موف ولبن الوان اهي. اه ده بكام بقى؟ ده بيبقى عامل 14 جنيه. 14 جنيه، تمام، حلو قوي. شيلت الشنط 15 جنيه. 15. ايه تاني هنا؟ ليفا السمايل اللي بتحطها ديكور. اه ده طقم 4 مع بعض. الطقم ده بيبقى عامل 25. 25. الشماعه دي شماعه بتحطها على اي باب، او في باب المطبخ او باب الاوضه شغاله دي، ستانلس. 25. 25. طيب في هنا كمان البساطه دي حلوه، دي حاجات الاكسسوارات كلها. اه في ده 7.5. ده كده 7.5. وده ده جميل قوي برده، 17.5. بيد خشب زي في يد ناحيه واحده كده خشب، عامل كانك هتجري، جميل قوي. وده منظم، ده اللي هو الجامبو بقى، مقاس كبير بيشيل المقاسات الكبيره. الله ده شكله نظيف جدا. بص دي خامه لوكس. اه الموديل ده بيبقى فيه منه 3 مقاسات في السوق، تمام، اللي هو الصغير خالص والكبير والجامبو. تمام، ده مقاس الجامبو بيجي في علبه الوان زي كده، مش علبه بني ولا علبه عاليه. اه تمام. والماركه طيب نقولها، بصوا اهي الماركه. اه تمام. بص ده اللي هو برضه بيقطع الكيس معاك، يعني انت بتشد الاسترتش، شد واروح الشده دي كده بيقطع. طبعا بشدي بسرعه علشان يقطع على طول ما يشرشبهوش. اه ودي مناديل بتاعت المناديل، ده بكام ده؟ ده بيبقى عامل 110. حلو قوي، حلو قوي على فكره، وسعره حلو قوي. هتلاقوا اصلا الحاجات الثانيه المقاسات الثانيه تقريبا بنفس السعر. بص برضه في الستاند ده اللي فوق لو هتحط فيه برطمانات، هو نفسه فيه ورق، معلش وريه قبل ما تشيله، صح؟ مش هو نفسه فيه؟ اه اوعى كده، هو اهو لما تعلقيه ده الرف ده هتحط فيه البرطمانات برضه. اه حلو قوي، تمام. في عندنا كمان المنظم بتاع الاكياس، ده بكام ده؟ ده 50. 50، ده في منه الابيض والبينك والبيج، وفي منه الموف كمان. وفي علب الفشار دي في منها المستورد، وفي منها اللي هي الابيض في احمر دي المصري او الصيني حاجه كده. صيني. دي بكام؟ 7.5. 7.5 والمستورد 25. ده 25، وحجمها كبير على فكره، واشكال زي ما احنا شايفين كده ما شاء الله. وبرده في البوتات بتاعه الزرع دي الوان اهو، وحجمها كبير. بكام دي؟ دي 20. دي ب 20. ايه اللي في ايدك دي؟ دي منظمات في الدرج عندي. ده منظم درج. اه ده زي مستقيم كده. اه تقدري تحطيه لو انت مش عايزه تملي الدرج كله منظم، فتقدري تحطيه. وبعدين احجام، اول واحد فوق اكبر منهم شويه. ده سعره 8 جنيه. 8 جنيه، ده جميل على فكره جدا ده. تمام. ايه تاني هنا؟ كفر ترابيزه المكوى في السيلفر وفي الالوان. كفر لترابيزه المكوى، اه في كله سيلفر سيد اهو، في منه الملون ده من شكل اي حاجه فيهم بيبقى عامل 40 جنيه. اي حاجه ب 40. كفر المفرش التقيل، اه ده اللي هو بتاع السفره اللي مقاسه بتاعه اللي هو الكبير، سفره 8 كراسي ولا 6 كراسي؟ لا 6. 6؟ ودي اشكال على فكره، في اشكال منه، في اشكال منه كتير. وريني بس الشكل كده. اه تمام. بكام ده؟ بص المقاس بتاعه، بصوا. تمام، عشان تعرفي مقاس سفرتك وتشوفي مناسبك ولا لا. ده بكام؟ ده 75. 75. المجات اللي استانلس بقى عندهم منها اللي هي الحراري تشكيل كبير جدا منها. معلش قبل ما اجيبها قول لي الدرج ده عشان انا مسكت خامته حلوه قوي. بص الدرج على فكره مساحته حلوه. اه وتقدري تستعمليه رف من فوق. ايوه بص معايا على الصوره دي كده، بيقول لك مثلا لو انت تخلي كل فوق بعضيه نفس الالوان كده، يعني اه ممكن تشكلي الالوان. تمام. طيب يعني بدل ما تجيب واحد يبقى لون واحد هيدخلوا في بعض لما نحطهم هيدخلوا في بعض. هو اساسا متصمم لكده، فاهماني؟ اه بس عشان ده عليه شرينك مش داخل. تمام. بكام ده بقى؟ ده بيبقى عامل 25. 25، ده جميل. دول ايه، فواحات؟ دي فواحه بتطقم مع بعضه؟ لا دي فرداني. اه النور اللي بره بينور 5 الوان. 5 الوان تشتغل باليو اس بي. افتحي لي من جوه كده. احنا بنحط المعطر هنا، معطر سائل بنملاها. اي معطر عادي، بحسب رغبتك يعني. تمام. تحط اليو اس بي بتاعك هنا وبتشغلي. بكام بقى؟ دي بتبقى عامله 130. 130. بص ايه دي، بتعطر اوضه ولا حاجه اقل من الاوضه؟ بص لو هتحطها في عربيه اوضه بس تكون مقفوله، لو هتشغليها على طول تحطها في اي مكان عادي. تمام تمام، حلو قوي. طيب عندنا قلت لكم بقى المجات الحراري دي في تشكيل منها، ده ايه ده، حلو قوي ده. والابيض بالابيض شيك قوي. بص ده ترمس. اه ده الاكتر من كوبايه، صح؟ اه ده جميل. لو انت بتحبي تجهزي حاجتك جنبك كده يعني، عشان ما تقوميش تاني، ده حلو. 12 ساعه فعلي. يعني احنا جربناه 12 ساعه فعلي. انت شكلك مجرب كل حاجه هنا. كل حاجه مجربه. بكام ده؟ 75. 75؟ اه حلو جدا. البلاستيك اسمه ايه اللي استانلس جوه، حلو ما يغيرش طعم الحاجه. مختوم من، بص كده مختوم تحت اهو 300.
انضف حاجه في الاستاد. ده فرادونا تمام. مكتوب الختم جوه اهو يا جماعه. وانت برضو تعالي انضف حاجه دي 45 تمام. بصوا في منه لون تاني وفي تقريبا انا كنت شايفه منه الوان تانية كمان وفي اسود كمان وفي بقى حاجات للمدارس صغيره زي كده. دي استانلس بره وجوه. استانلس بره وجوه كام؟ 75 75. المجات دي مشهوره قوي 25. والطبلات بتاع مزيد اللي فوق دي دي بتبقى عامله 35 تمام. ودي بتبقى عامله 25 متاكد؟ 25 اربع صور. ولا دول برده الفرامل دول ده 55 55. بصوا بقى في اشكال هنا كتير، تعالي واكتشفي بنفسك. لو وقفت اسال على كل حاجه هتحتاري. بس احنا عندنا كمان بلانشات التقديم، دي ايدين مختلفه. بصي دي كده ايد معدن ودي اليد بتاعتها ايه، دي اللي هي اليد السوداء دي جميله برضو. دي 65 ودي 75. كل الحاجات دي خشب زيت. ولا مستطيله دي تقدم عليها بيت زي تقدم عليها الحوم تحفه 50. في الماسل صغير 32 ودي 32 ونص. في بقى المنظم ده انت قلت لي بيتحط زي كده يا جماعه فوق الثلاجه، السطح بتاع الثلاجه من فوق ومنظم في الظهر زي كده ثلاث طرف ما يقعش، بيبقى ثابت نفسه ما يقعش. هو مع الدبل فيس او حاجه بتلزق تمام. حلوه قوي. بس الرفوف دي بتبقى متحركه برضو، بنتحكم في في المسافه بتاعتها نفس زمان تمام. ده حلو قوي. بكام ده؟ ده بيبقى عامل 95. 95 والله ده جميل حلو قوي. طيب عندنا كمان بتاعت المكسرات دي جميله، طبعا تسالي على شكل القوقعه. انتوا بتشجعوا الناس يقعدوا يقزقزوا ويبرحكوا بقى قدام الموبايل. دي كبيره دي حلوه قوي على فكره، فيها حمل موبايل يعني. ما هو ما محطوطه. بصوا اهي يا جماعه، فانت عندك هنا برضو اهي الحته بتاعت حامل الموبايل، وشكلها شيك قوي على فكره. عين جميله. 3 4 حاجات اربع عيون دي قلب التسالي برضو كده. اقفل بقى كده الورقه وهي مقفوله. بصي لو حطيتيها عندك دي تحفه جميله جدا. السعر بقى مفاجاه 32 جنيه والله. كل دي 30؟ 32 بس. 32 جميله قوي على فكره ما شاء الله. وهي منها اللون ده بس ولا في الوان؟ لا في اخضر وفي الفيروزي. في الاخضر والفيروزي والسيمون اللي احنا شفناها او البينك دي تمام. وفي برضو التسالي ده دورين. ده دورين حلو قوي ده. في منه الدور وفي منه الدورين. هو اللي فوق بتتفتح دي موبايل برضو. طيب مش سايبين الموبايل في حاله. مش سايبيننا احنا في حالنا يعني، نقعد نقزز وننسى نفسنا. دي بكام دي؟ دي ب 115. دي كده يا جماعه ب 115 دي الدورين. وعندنا النشابه السيليكون برضو موجوده معانا. بكام دي؟ دي في منها اللي بيبقى خشب تبقى اغلى شويه. تبقى عامله 50. 50 دي حلوه قوي. ومنظم ال دي كبيره. دي جامبو. تبقى عامله 65. دي 65 جميله قوي. في كمان عندنا المنظم ده درجين. ده منظم ودرجين صغيرين. ثلاثة دور يعتبر. ثلاثة دور. يعني ده ثلاثة دور وده أربعة دور وده خمسة دور. تمام. اللي فوق خالص ده خمسة دور بس هم حاطين اثنين فوق بعض. وهنا برضو ده أربعة دور وده ثلاثة دور. الثلاثة دور بكام؟ 50. 50. 60. 70. 60. 70. تمام. الصواني دي بقى إيه؟ دي الدهان ألمونيا. الدهان. ده مصنع مصري بس ألمونيا صافية ما بيضيفش عليها أي حاجة. أهو يا جماعة عشان الدهان لايف. دي تقدر تعملي فيها سويسرول، تعملي فيها جلاش. في التشكيل بقى بتاعتها كلها اللي هي المقلايه وفي حاجات الجامبو في اللي هو الطاجن المستطيل. تمام. ده بكام اللي في ايدينا دي؟ دي ب 140. دي 140 تمام. المناشر دي في التويلت كده تحطيها حلو قوي. ده اللي فوق ده كبير بكام؟ ده 45. 45. والورده؟ 40. 40. ده بيبقى عامل 35. 35 ده حلو قوي. كل حاجه من دول طبعا ليها العليقه. والمانع بتاع الطشطشه 10 جنيه. 10 جنيه. وايه كمان؟ في المخرطه دي 30 تمام. وفي الطقم بتاع المعالق ده بكام؟ ده ثلاث معالق ده ثلاث قطع ب 20 جنيه. الباسكت الكتكوت دي يبقى في منها مقاسين. والباسكت اللي جوه بيتشال لو هتغيره. حلو قوي. بيتشال زي ما هو تمام. ده بكام ده؟ ده بيبقى عامل 100. ده 100 والاكبر منه 125. وبرده الباسكت فيه اللي جوه متحرك. كلهم متحرك تمام. ومنهم بقى الحاجات اللي هي الصغيره للتسالي، حطي مثلا الليفه الاسبونج مكتب تمام. في بينزل منه اللي هو بتاع التوزيع او حامل فرش متقسم من جوه. وفي من غير ما يكون متقسم. ده اللي هو بغطا. ده اللي بغطا مش متقسم. طب ده بكام وده بكام؟ اي حاجه فيهم 25. 25 تمام. الحامل بتاع المعالق والغطيان ده عند اللي هو المستورد 15 جنيه. 15. ينزل ابيض تمام. دي اللي هي دور واحد. دور واحد وبرده فيها مكان للموبايل. بكام دي بقى؟ في حال الموبايل 65. 65 يبقى احنا كده عندنا اللي هي دور يا بنات، وعندنا كمان اللي هي دورين. ايه دي؟ دي اللمامه اللي دي مساحه بقى. مساحه ديجيتال.
دي بقى انت قلت مساحه ديجيتال. تمام. يعني ايه بقى مساحه ديجيتال؟ فهمها لي شويه. ليها لسه حاجات تاني بس عشان احنا ما بنجمعهاش بتتباع دي. دي اللي هيشتريها يفهمها. صح كده. بصي كده هي معاها خيار اول حاجه. بصي دي انت بدل ما تقعدي تحركيها بايدك لا سهلنا عليك تحركيها كده. بصي هي كده شغاله. هي شغاله هي على فكره خالص. سامعين صوتها؟ دي تحفه دي حلوه قوي دي كده. تشحن معاها الشاحن بتاعها اليو اس بي. الشاحن بتاعها اهو يا جماعه دي جميله قوي عجبتني. دي بكام دي؟ دي 250. 250 وعلى فكره عايزه اقول لكم عمليه جدا للناس بقى معلش. بصي ده لو انت بتدعك لصواميك ولا الكبار للغضروف للحاجات دي ده زي سلك يعني. دي خشنه. خشنه ودي لو هتلمعي الارضيه ولا حاجه. ودي فوطه تمام حلوه قوي دي على فكره. وليها السكوتش كده. قلنا 250. 250 تمام. ودراعها بيطول وبيقصر. السكينه كمان الاكريليك دي بكام السكينه دي؟ السكينه 15. 15 والطعم الثلاث قطع ده بقى للفاكهه للتنظيم ده تحفه. ده في منه الوان ثانيه؟ في منه الوان كتير. تمام ده في منه الوان كتير وده ب 50 يا جماعه. طيب والمنظم اللي فوق ده برده بكام؟ ده ابيض واسود. ابيض ده تركي بيبقى 3 دور. بيبقى عامل 250. 250 انا عايزه اقول لكم حاجات التنظيف دي بتبقى محترمه جدا. وده ايه ده سبت غسيل ولا ايه؟ ده سبت غسيل. في التواليت عندي في الحاجات شكله شيك قوي. ده تركي برده بيبقى عامل 40. ده بقى الفكره سعره حلو قوي لو هتحطيه في اوضه ولادك. وايه دي؟ دي فرشه تواليت. حامل للفرش في التواليت. فرشة تواليت. فرشة ايه ده؟ فين اليد بتاعتها طب؟ لا اجيب لك اليد بتاعتها. ليها يد. ليها خلاص ليها يد. ليها يد. لغاية ما نكتشف يعني. تيجي تاخدها. مدلعة قوي. ايوه بالظبط. بكام دي بقى؟ دي بتبقى عاملة 30. 30 ودي اللي هي كلها ستانلس؟ دي ستانلس تركي برضه. تمام. بكام دي؟ بتبقى عاملة 45 بس. 45 طبعا كل حاجة يا جماعة من الشغل ده كله معروضة على التليجرام. وده طقم تواليت؟ ده طقم حمام زي كده. كل ده؟ ده بس. فرشة تواليت حامل فرش. فرشة تواليت مضخة بالصبانة بتاعتها بكوباية. تمام بكام؟ كل التشكيل ده بيبقى عامل 250. 250 تمام. واللي هي زي كده المضخة بتاعت الصابون ومنظم الفرش والصابونة ده بكام؟ تبقى عاملة 100 كليرك تور كده بقى. تمام دي كده ب 100. في منه اللون ده في منه اللون ده كمان الفوشيا كده والموف. وفي معانا طبعا مجموعة الشاليموت. عندكم الشاليمون معدن؟ لا عندنا الاكريليك بس. تمام بصوا في الاكريليك ده بتستعمليه برده كذا مره. دي حلوه على فكره. في اشكال بقى منها. كلها الفواكه. بكام دي؟ دي بتبقى عامله 12 ونص. 12 ونص وفي الكبشه دي لو بتشوفي حاجه دي معاها المصفه بتاعتها كده. دي سهله قوي. بكام برده؟ دي ب 10 جنيه. ب 10 جنيه ودي فرشه تواليت؟ تركي. دي فرشه تواليت 30. وفي برده الشكل اللي فوق ده؟ اللي فوق ده اللي بيد معدن بيبقى عامل 30 برده نفس الشكل. 30 تمام. وفي برضو دي يا جماعه دي 17 ونص. دي كده الوانها واشكالها. ده العجين ده في منه الابيض وفي منه البيج. ده بتفتح اللي هي من فوق لو شغاله بقى عندك. بصي المضرب بتاعك او الهاند بلندر ده بكام بقى؟ 45. وريني بقى ممكن نفتح واحده من دي. هي بقى اول حاجه هي مفتحه من فوق. دي علبه مستطيله. وعلبه كبيره ومستطيله جواها 6 علب صغيرين. ليهم معيار. بصوا ليها المعيار بتاعها هنا. ومختومه 5 وبي 5. اهي تمام. دي حلوه قوي. دي معاها 6 علب صغيرين والعلبه الكبيره. ممكن تشيلي دول لو هتحطهم في الثلاجه وتستخدمي العلبه الكبيره للخضار والبيض والحاجات ده. ده 50 جنيه بس. 50 ده عايزه اقول لكم ده تحفه بجد ما يتصفش. هو فعلا عاجبني قوي. طب ده ايه؟ ده بوكس تخزين. ده ايه فكرته؟ منظم للمساحه منظم. هو كده مقفول. ده كده مقفول وكده مقفول. ده بكام بقى؟ جبلك سعره. عايز اقول لكم ده حلو على فكره. تمام ب 105 زي ما قلت لكم بيتفرد ويتقفل. حلو قوي. ايوه وبتجيب حاجتها من هنا. ده حلو قوي. عايز تستخدمي كده او كده؟ ده جميل. ده حلو جدا ما شاء الله. تمام 105 سعره حلو قوي برده على فكره يا جماعه. في منه اهو الاسود وفي منه اللبني وفي منه البينك. تمام. طيب احنا عندنا كمان هنا الحله بتاعت الشيش طاووق. دي بتدخل الفرن ولا مايكرويف؟ مايكرويف يعني دي بلاستيك. تمام. بكام بقى دي؟ 35. دي ب 35 تمام. وفي دي ايه؟ دي مطحنه فلفل. دي مطحنه فلفل استانلس. دي بكام؟ دي 50. 50 والخشب بتاعتها 40. 40 ده علم تزيين تورته لو هتحط مثلا ثلاث الوان حاجتين. لا حاجتين مع بعض تنزلهم واحد. بكام؟
18. في بقى الفرشه زي كده ومعاها البخاخ بالصابون، لو بتغسلي عندك غساله اطباق تنضفي الحاجه بسرعه كده سهله معاكي. اول حاجه عموما مش متسخه قوي، فدي بتبقى بكام؟ 30. ودي بتاعه الصابون دورين، ممكن تبقى واحده للصابون واحده للفرشه، او صابونتين، واحده طبيه واحده عاديه. بس دي فيها برضو زي درج او بتصفي الميه منه. بتصفي الميه. دي حلوه. بكام دي؟ دي 30. 30. في برضو يا جماعه عندنا اشكال اطقم التوابل، اشكال كتير جدا. احنا صورنا جزء تحت وده جزء تاني منها. دي بقى عامله زي بتوع ايكيا. دي تركي بيبر برضو. انا شفت دي معلقه 10 مع بعض، ودي السكاكين، وفي شوك. بكام الباكت ده؟ 15. حلو قوي. ودي 10 جنيه. والشوك نفس السعر 15. 15 تمام. وفي برضو دي اللي هي بتاعه الكب كيك، دي المناديل، المناديل اهي اسحبي من فوق. وممكن برضو الاكياس المطبخ. وايه دي برضو؟ دي مزياتا. مزياتا حلوه دي، تحطي فيها زيت او تحطي فيها عسل، برضو شغاله معاكي. تمام. ودي منظم تواليت، عامل فرص زي كده. دي منظم تواليت، عامل فرص واللي هو المعجون فوق وثلاث كوبايات. تمام. دي بكام؟ 55. 55 تمام، حلو قوي. طيب ايه تاني بقى هنا؟ في ده حامل معالق. ايه ده؟ ده حامل فرش ومعجون، بس راح تحطيه جوه الشنطه للرحلات. ده حامل فرش ومعجون، ده كده للرحلات. ده بكام؟ تحطيه ده ب 10 جنيه اللي هو 10 جنيه. تحطيه ده التلج اللي بتستعمليه كذا مره برده. بكام؟ في الفريزر يتلج يحطيه في الكوبايه من غير ما يعمل ميه. ب 10 جنيه. ب 10 جنيه تمام. المضخه بتاعت الصابون البلاستيك دي، دي بلاستيك تركي على شكل رخام. دي الاشكال الجديده اللي نازله، بس دي بلاستيك. ده في قريب اهو. تمام. بينزل منها مضخه وبينزل منها حامل فرش. تمام تمام اهي. تمام حلو قوي. بتاعه الفرش اهي، وبتاعه الصابون اهي. دي بكام ودي بكام؟ دي 25 ودي 17.5. 17.5. وفي بينزل طقم مع بعض، طقم في فرداني، كل واحده لوحدها وفي طقم مع بعض. الطقم بكام؟ الطقم ب 35. 35. ايه تاني هنا اللي فوق؟ في علب الاكريليك دي، ده معاها زي معيار. دي كوبايه يعني معاها زي فيها رز. يبقى ده المعيار بتاعي. دي جميله قوي. منها تعبي منها، ودي تدلقي على طول او تنزلي الكيس من هنا. طب ده بكام؟ ده 35. دي بيجر اللي هي التركي برضه. دي جميله. 35. ده حجم واحد ولا في احجام تانية؟ لا حجم واحد. حجم واحد. وده طبق فاكهه. ده طبق فاكهه ازاز. ده بكام؟ بيبقى عامل 50. 50. ده طقم صينيتين مع بعض ملامين. ده فردان بينزل ثلاث مقاسات، بس الوسط خلصان حاليا. تمام. في منها اللي هم المقاسين دول. تمام. المقاس ده بكام والمقاس ده بكام؟ ده 35، والكبيره دي بقى عامله 50. تمام. الكبيره ب 50 والصغيره 35. عندنا كمان كراسي الديكور، دي بقى بتستعمليها في المطبخ، تحطي عليها ديكورات، تقعدي عليها كده. ايوه لو تعبتي تقعدي. كرتونات. احنا بكام ده؟ ده 7.5. وفي منه برضه الباسكت ده، لو هتحطي فيه الكاتشب والحاجات دي 7.5. ب 7.5 تمام. وايه دول؟ دول علب ولا دول ايه؟ ده حامل فرش برضو، نفس الفكره بتاعتي. حامل فرش برضو تمام. في الصواني معانا طقم ثلاث. وريني بقى ده فرداني برضو. دي جميله قوي. في اللي هي الاخضر اللي هي الاصليه. تمام حلوه. بكام بقى؟ دي 25. 25. 45. 35 45. هو طقمه غلاف. سته مع بعض. سته؟ تخش الفرن. مش اربعه. لا سته، وفي منه الاربعه. الستة بتخش فرن مايكرويف من غير غطا. تخش الفرن الكهرباء والبوتاجاز. ممكن نعمل فيها زي كب كيك كده يعني. حلو قوي. ده بكام؟ ده بيبقى عامل 30 الستة. 30 الستة. انا كنت جايبه الست الاربعة ب 25. 25 عشان معاهم معالق. ده من غير معالق. طيب اللي معاهم انت عندك الاربعة؟ بكام بقى؟ 25. 25 زي ما كنت جايباهم يعني. بس بصراحة انا عايزة اقول لكم عمليين جدا. دي اللي هي المعلقة بتاعتي. معاهم معاهم المعالق بتاعتهم. تمام. وفي برضو زي كده في الحاجات دي بلاستيك. ده 20. ده 20. في منه المربع والمدور والقلب. في منه المربع والمدور والقلب. تمام. الحجر بقى حجر بتاع الرجل. تمام. ده بكام؟ ب 10 جنيه. وايه اللي فوق ده؟ دي ليفه اللي هي بتغسلي بقى الجرانيت والتيفال والحاجات دي، سيليكون عشان ما يتجرحش. دي بكام؟ 12.5. في 4. في 4 قطع ب 12.5. تمام. لا انا بسال على اللي فيها دي ايه؟ صفايه حوض. دي اللي هي بتحطها في الحوض وانت بتغسلي اي حاجه عشان ما تسديش المصفى. تمام. دي صفايه بس هي غويطه، حاساها غويطه كده. دول بقى اللي هم المجات الكبار، مش سكانه القهوه. ده غير حلو قوي برده. ده طقم مع بعضه زي كده. بالصينيه بالكوستر بالمعلقه. ده من غير صينيه. من غير صينيه. يعني هو طقم زي كده، الصينيه متوفره. تمام. لو عايزه تزودي الصينيه. تمام. ده بكام بقى؟ ب
الطعم بيبقى عامل 45 45 الكوبايات بالطبق اللي محطوط عليه بالمعلقه بالسكريه هي بس الصينيه اربع معالي واربع كوستار. تمام، بكام بقى الصينيه قلنا؟ الصينيه ب 15 15 يعني لو حبينا نجيب الطقم زي ما هو كده بكام؟ 60 60 حلو قوي على فكره. وفي برده من المجات دي يا جماعه، في منها فرداني لوحده اهو، في بقى اشكال لو انت عايزه لاولادك، في شكل فيل، في شكل قلوب كده قطط، اللي هو على حامل، وفي اللي على حامل ده صورناه تحت، بس انا بقول ان في بقى ايه دلوقتي، في معانا فرداني خالص بالكوبايه، وفي برده معانا ثلاثه مع بعض من غير ستاند. بكام الثلاثه؟ 27. واللي لوحدها دي 8 جنيه 8. والله حلوه. في حاجه زي كده ب 5 جنيه ايزي. وفي زيها كلها ازاز كده من غير، واليد بتاعتها ازاز برضو من غير الماسك ده، بكام قلنا؟ 5 جنيه 5 جنيه تمام. وفي الشوب اللي على الستاند ده ده 50 بالستاند، ده حلو قوي تمام. السراديس دي احجام بقى، حجمين 7.5 و 10 مايكرويف برضو تمام. ده كله كده نفس الحجم ده؟ طب تمام حلو. او المربع ده احنا قلنا المربع ده مقاسين 7.5 وده 5 جنيه 7.5. بصوا بقى السكاكين دي شكلها متين، وسلاحها حلو وحامية يعني. بصوا كده دي تقيلة، السكينة حلوة، وامسك دي وهات واحدة من اللي في ايدك. بص اللي معاكي دي سكينة من اليد، حتة واحدة كلها دي. دي قطعة واحدة، مش قطعة واحدة. دي كام اللي في ايدي دي؟ اللي في ايدك الصغيرة ب40، والكبيرة اللي هي الناس ده بيبقى عامل 55 40، والكبيرة 55، والجرانيت 30 30. حلو قوي. عايز اقول لكم جميله وحاميه، سلاحها باين اهو، نضيفه قوي، جميله. هي باينه على فكره ما شاء الله، بصوا حلو قوي تمام. وكلهم اسود يعني، ما على فكره ما اشيك حاجه اصلا الاسود، لان هو هيمشي معاكي على الجرانيت. بيبقى في منه الوان الجرانيت طبعا، في منها الوان ثلاث من غير حامل. ها تستخدميها؟ لا من غير حامل، من غير حامل. طب بيركبوا فوق بعض؟ تمام. يعني هي مصممه برضو ان هي نفس الفكره بتاعت البيت زي العلبه اللي هي. تمام. طب دول الثلاثه دول بكام؟ 25 و 3 25. ودي علبه برضو، وريني بقى. بصوا دي كده جواها الصفايه، علشان لو انت حاطه اي خضار فيها يصفي ميته، الميه ما تطلوش ويبوظ. تقفلي الغطا لو عايزه تحفظي حاجه. جميله، فكرتها حلوه وعمليه جدا. دي بكام؟ 22 22. وده ايه ده؟ ده ستاند بيبقى 3 رف زي كده، 3 رف ركنه اللي هي بتيجي الزاويه ده بكام؟ 190 190 تمام. في برضو طعم تلاجة زي كده 4 قطع بيخش مايكرويف تمام. ايوه بكام؟ 50 4 قطع 4 قطع ب 50. بصوا ده حلو، وكمان الارتفاعات، ارتفاع كل علبة مختلف يعني دي 4 مقاسات، العلبة الصغيرة غير ارتفاع الارتفاع كمان. ايوه فعلا، دي بتبقى اغوط شوية يعني اللي ودي ارتفاعها اقل برغم ان هي اكبر، ودي ارتفاعها اعلى. طب ادينا بقى اسعار كده. دي 25 دي 35 تمام، 45 55 حلوين قوي. نجيب العلبه كده، ده اكليريك تركي بيخش مايكرويف وغسل اطباق تمام، خامتهم نظيفه جدا حاجه جميله، والغطا من فوق شفاف كمان، بيجي منهم ثلاث الوان زي كده. ثلاث الوان ولا اربع الوان؟ ثلاث الوان تمام. حلو قوي دي. احنا قلنا الاسعار، قلنا الاسعار، ده تركي حاجه عندي. طيب وده ايه بقى؟ ده بلاستيك صح؟ شكلهم حلو، عامله زي الحله كده. بصوا ده ما شاء الله، دول ثلاثه في قلب بعض ولا اربعه؟ دول تلاتة عاملين زي الحلل كده، الوان بقى يعني، عندنا البينك ده، وعندنا السيمو، وعندنا كمان الاكوا، فما شاء الله بجد الوانهم حلوه، وبحجم الحله حلو يعني. انت لو باقي اكل عندك طبعا، احنا ما ينفعش نبيت على نفس الحله، فانت بتقلبي على طول. بكام بقى الطقم ده؟ 35 ده كده 5 3 قطع صح؟ نفس الفكره بتاعت كيتشن اللي هو المصنع بتاعكم اصلا. ده حلو قوي. وده ايه ده الغامق؟ نفس الفكره، بس اللي هو ما بيبينلكيش الحاجه اللي جوه. ثلاث الوان تمام. حلوه، ثلاث الوان وثلاث قطع. طيب ده ايه؟ دي مطحنات مكسرات. بصوا دي كده اهي، اليد بتاعتها بكام بقى؟ دي بتبقى عامله 25 تمام. في السكاكين دي برده بيبقى ثلاث مقاسات، دول في علبه ولا فرداني؟ فرداني بس خامتها نظيفه جدا يعني عاليه، ثلاث مسامير. تبتدي ب 10 جنيه وبال 11 و 12 جنيه 10 و11 و12. في كمان عندنا ازايز ميه، الله دي فلامينجو. في منها اللي هو شكل الورده، في منها شكل البرنيت، تنزل موديلين. ده غطا كده وغطا كده مع اختلاف الاشكال والالوان بقى. اشكال كتيره، دي اشكالها حلوه قوي، الله دي سيف خالص يعني. بصوا كده بسم الله ما شاء الله،
كل دي اشكال، وبرده الورده في منها اشكال. تمام. ده بكام بقى؟ اي حاجه فيهم 7.5. اي حاجه في دول 7.5 لتر مش كده؟ لتر. تمام. في كمان عندنا البلاستيكات. البلاستيكات دي لتر برده؟ دي لتر. دي للثلاجه، ودي نص. تمام. دي حلوه النص دي للمدرسه، حلوه قوي. لكن بقى الاسعار واحده سيليكون واحده زي كده. يد سيليكون اكبر حاجه دي 25. تمام. دي ماركه ريو على فكره، دي مشهوره يعني. ريو حاجه دي 20 ودي 20 دي 15 ودي اسعارهم حلوه قوي. في اللي هي الصغيره دي 12.5. دي ممكن بقى بتبعتي معاها عصير لبن يعني، ولو بالظبط، ولو حد صغير الميه حلوه. ايه تاني؟ في السكريه دي، دي اللي هي بالمعلقه، في منها الوان كتيره. تمام. دي بتبقى عامله 10 جنيه. دي ب 10، حلوه قوي. تمام. في اوتوم توابل برده زي كده، ده ست دوار، دوار بالست معالق، بالمعالق بتاعته. تمام. ده سعره بيبقى عامل 55 لمتابعين الفيديو، 50 بس 50. وفي منه دورين، انا شايفه الدورين بتاعه بيبقى عامل 95. تمام، ما شاء الله، حلو قوي. في عندنا كمان البطرمانات والكوبايات بلاستيك، دي دور بلاستيك، ده بلاستيك. بلاستيك شكله حلو قوي فيهم. ما حسيتوش يعني ان هو بلاستيك. في منها الوان كتير، في بقى الاقوى، في البوبي ب 10 ب 10 جنيه. طب والبطرمانات؟ الالوان دي بتبقى عامله 10 جنيه المقاس ده. تمام. والمقاس ده بيبقى عامل 12.5، ده 660 مللي، وده لتر. تمام. في طقم التوزيع ده، ده طقم ثلاث قطع، معلقه وشفاطيله وفرشه. ده السيليكون اللي هو بيبقى صب حته واحده كله. تمام. ده 45. 45. تمام، حلو قوي. برده هو الاطقم اهي موجوده، وفي فرداني فوق اللي بيد خشب في سيليكون، دي بتبقى عامله 20. تمام، ما شاء الله، حلو قوي. عندنا اطقم المعالق دي الوانها شيك قوي، عندنا الاحمر واللبني والاخضر والموف. بكام دول؟ 24 قطعه، تبقى عامله 130. دي على الستاند بتاعهم يعني، الحاجات دي للسفره او للاستعمال، حلو قوي. 130. جميله قوي. برده اللي هو طقم التوزيع ده، على حامل خشب، في حامل خشب يعني بيد شياله زي كده بحامل خشب. بيبقى جاي معاه الفرشه والمضرب وطقم توزيع كامل يعني. تمام. في الالوان بتاعته دي، حامل خشب ليه شياله من النص كده، تبقى جميل قوي ده. ده بكام؟ بص في منه الوان، ده ب 140. 140. تمام. في لانش بوكس كمان اشكال، في الموديل ده وفي الموديل ده. في الموديل ده، في الموديل ده، وفي ده الاصغر من اللي قبله. تمام. طب اسعارنا ايه بقى؟ اللي هو بشوكه ومعلقه ده ب 10 جنيه. واللي هي متقسمه المقاس الكبير ده، دي كبيره. ده بيبقى عامل 15 ما شاء الله. تمام. والاصغر متقسم ده 25. 25 دي متقسمه حاجاتها كتير قوي على فكره، متقسمه دورين، دورين بالظبط. وبرده حاجه زي كده مع الازازه، ده ب 30. دي ب 30، حلو قوي ما شاء الله. ده زي التركي الرياضي، دي الازاز الرياضيه بتاعت التمرين، دي جميله قوي. دي تركي، قيمتها نضيفه. دي سيليكون، مكان ما بتشرب فوق سيليكون. بكام دي؟ دي بتبقى عامله 30. حلوه قوي على فكره، بصوا في منها الوان كتير. امسكها، قيمتها جميله، حلوه قوي. تمام، دي كده ب 30. طيب ده ايه؟ دي اللي هي بتبقى سخن وساقع، دي منها مقاسين. ماركة ريو برضو، نفس الماركة يعني اللي بره. بلاستيك صحة. تمام. جميلة قوي. دي بكام؟ المقاس ده 15 جنيه. في منها مقاس 15، ودي الألوان دي موجودة منه. في منها مقاس أكبر 17. تمام، سامحوني على صوتي يا جماعة، إحنا في الشارع يعتبر. في الأزايز دي، دي أزايز دي تركي. حاجات بقى للمدارس دي 14 شكل، حاجة صحية تركي نظيفة يعني. تمام، دي 5 يعني؟ دي 5، بلاستيك 5 تركي، حاجة. في منها 14 شكل، أي حاجة فيهم 35. أي شكل فيهم 35، زي ما أنتم شايفين في أشكال كتير جدا منهم. في الأسود في الجولد دي تحفة، في النبيتي حلوة، في اللي على موف، وفي اللي على أسود. وفواكه. وفواكه ما شاء الله جميلة. دي من ضمنهم؟ دي بشاليمون. دي بشاليمون، دول الأطفال بقى. دي اطفال يعني وكبار يعني، في بينزل منها مقاسين صغير وكبير. حلو قوي. بكام الكبيره والصغيره بكام؟ الكبيره دي 30 والصغيره دي 20. والصغيره 20. تمام. في الملاحات الستانلس دي برضه حلوه قوي، مع بعض على الحامل بيبقى زي كده. حلوين قوي دي، لو على السفره بتقدميها جميله. دي سعرها 40. جميله قوي. تمام. ماشي. طقم التوابل دوار الستانلس ده، بيبقى ست قطع زي كده، بيبقى عامل 185. 185 الدسبنسر بتاع الكيك في منها ال 12 لا. وفي دي برضه في منها ال 12 قطعه بكام؟ ال 12 ب 295. 295. تمام. بصوا ده اللي هو بينزل بس.
ده اللي هو بتاع العجينه. اه ده بتنزلي بيه على طول، بتعملي بيه قطايف كريب بانكيك. اه بتنزلي الكب كيك في قلب الحاجات بتاعته عشان ما تبهدليش الدنيا. بكام ده؟ ده 50. 50 حلو قوي. وطبعا الميزان موجود عندنا. بكام الميزان؟ الديجيتال ده بيبقى عامل 70. الميزان يا جماعه لكم بيظبط لكم مقادير كتير جدا. بس بقى عندنا فوق المكنه بتاعت الكورن فليكس تحفه جوكين، دي عين واحده دي 95. 95 ما شاء الله جميل قوي. دي لانش بوكس ايه؟ استانلس من جوه. استانلس بكام؟ بيبقى عامل 105. دي عايزه اقول لك صحيه جدا، دي استانلس من جوه وقفلتها شيك قوي، بيجي في اللبن اللي متقفل بره ده معلقه وشوكه صح؟ اه جميل قوي. في كمان البراد ده، ده براد استانلس ماركه ويلدون. ويلدون انتوا بتشتغلوا فيها سواء في حلل او في اي حاجه؟ أي ماركه مضمونه عندكم يعني ما شاء الله. تمام شغالين فيها بقى لنا فتره كويسه. اه ده بيبقى عامل 220. ده كده 220 قد ايه ده؟ ده حجمه لتر. لتر اه. بصوا العلبه دي شيك قوي، وعايزه اقول لكم دي بتحافظ لك على الخضار، على لو الخضار الورقيات كمان بتحافظ عليها جدا. بتغسلي حاجه بتصفيها في المصفى يعني، بتستعملي المصفى بره. لان الميه هي اللي بتبوظ الحاجه، فانت تقدري تغسلي وتشيلي. ده بكام؟ ده 22. ايوه ده 27 الوسط. اه الكبيره 45. 45 تمام حلوه قوي جميله قوي دي. تمام. بقول لك احنا عندنا شحن، عندنا شحن المحافظات كلها للكميات ولا للقطاعي والجمله؟ ده وده يعني. ده طب حلو قوي، ده جديد. المره اللي فاتت ما كانش فيه شحن. لا في شحن، وفي اللي هو توصيل داخل القاهره يعني لو مترو ولا حاجه بنوصل عليه. طب حلو قوي، انا هسيب لكم الارقام يا بنات، طول ما الفيديو شغال على الشاشه نتواصل مع محل في لوغاتير على طول. طيب احنا فين نفكر الناس؟ ده 5 ساعات في الدرب السعاده. اه اللي هو جنب البنك مصر كده يعني، جنب بنك مصر. هتدخلي حالي على في الوتير. اه انتوا لكم فرعين، ده او ده العروض شغاله فيه الاثنين واحد. تمام انا هسيب لكم اللوكيشن كمان، ابعت لي اللوكيشن بتاع الفرع ده واللوكيشن بتاع الفرع الثاني عشان اسيبه في صندوق الوصف. خلف مول وكاله الازهر. خلف مول وكاله الازهر تمام. وده لو هتخش من جنب بنك مصر تسال على محل في لوباتيل كذا حد هنا. انا عايزه اقول لكم المحل هنا فيه تشكيله رفايع، تقريبا اكبر محل للرفايع. حلو قوي. آه عندنا ايه كمان؟ في تشكيله الديكورات دي اللي هو الورد والحاجات دي على رجليها خشب كده، دي شيك قوي. بصوا اهي دي جميله، لو هتتحطي ديكور تحفه. ده بكام الحاجات دي؟ دي 17.5. هي حاجه فيهم دول تركي. تمام. كل التشكيل ده يا بنات معايا كده، ده باشا بيتشي، كل التشكيل موجود. بص الشوب موجود، الشكل بتاع الفيروز والشكل اللي هو الحرف بتاعه جولد، وفي ساده خالص. بص من غير الشاي والشوب يعني لو انت تعملي نفس الشكل اصلا. يعني بص الشوب بتاعه اهو والشاي بتاعه. بص ده الشوب اهو وده الشاي بتاعه، وفي منه اللي حرفه سيده وفي منه اللي حرفه مذهب، وتحت في نفس الحكايه. طب الشاي بكام؟ الشاي بيبقى عامل 105. 105 تمام. والشوب؟ الشوب 110. 110 اه. بصوا هنا كمان الدورق ده كده باشا بيتشي، ده بكام قلنا؟ 65. 65 وفي الشكل ده شايفين عامل ازاي؟ والشكل ده ده بينزل منه كوبايات برضو، وفي الشكل ده شكله حلو قوي. الفيروز وفي الشكل ده كمان بكام بقى دول؟ ده شكل 2 3 4 الاشكال دول. أيوة. اي حاجه فيهم 75. اي حاجه 75. احنا دول ليهم سعر مختلف ولا سعرهم زي الشوب التانيين؟ يا الالوان بس هي اللي بتختلف، الالوان ب 130 ما عدا اللي هو المنقوش ده 80. المنقوش 80؟ اه حلو قوي. على فكره بص المنقوشه دي عامله ازاي، ده فيها نقطه بينك كده للورده حلو قوي، او موف تقريبا. طيب والموزه ايه والحاجات؟ 130. 130 بصوا اشكالهم حلوه قوي ما شاء الله. طب تعالى بقى كلمني شويه. برضو بيجي من الصغيره. بصوا في منهم الصغيرين للقهوه اللي ما بيحبوش يشربوا القهوه بتبقى صغيره، ده حجمها اكبر شويه. في اشكال كتير قوي. ستيكر التوابل ده في منه اشكال ولا هو شكل واحد؟ شكل واحد. شكل واحد بيبقى 70 قسط. اه متكررين في كل ورقه زي كده. تمام. ده عليه عرض ب 5 جنيه. ده في كم واحده؟ ده 70 قسم بيبقى مجمع كل التوابل. اه واحده 70 قسم. تمام حلو قوي. بس هي ما شاء الله في عندهم ده بتتزق على البرطمان مش هيتمسح معاكي زي الورق ضد الميه يعني. لو حبيت اعلم على البرطمان من بره تتعامل عليها. تمام تمام. الصواني دي بقى كلمني عنها لان دي حلوه. صواني المعدن دي في منها مقاسات كتيره، في منها كده. تمام. بص انا هجيب لك واحده في المقاس بس مع تشكيله تشكيل. الالوان تمام بقى. تمام اه. بص دي معانا 20. دي 20 والكبيره بتاعتها 25. دي 20 اللي الميكي واللي تحتها 25. تمام. الصغيره دي 12.5. الصغيره 12.5 واللي هي المسطوحه دي ليها حرف مسطح شويه. اه في منها مقاسين برضو. اه 20 و25. 20 اللي عليها الفلامينجو والثانيه 25، دول مقاسين برضو. والصغيره خالص 12.5. الصغيره 12.5 جميله جدا واشكالها كلها حلوه، وفي بصوا يعني في اشكال كتير جدا. دول احجام.
حلو قوي دول. ده 330 ملي وده 660 ملي. دول عمليين جدا ما شاء الله، دول حلوين قوي. ده غطا بتاعهم معدن برضه. والبطرمان نفسه عليه مطبوع. اشكال. ده بكام ده بقى؟ ده 30 وده 40. حلو قوي. وعايزه اقول لكم في اشكال، يعني الشكل اللي احنا بنشوفه ده شكل، لكن في لسه هنا في اشكال تانية. طيب التوابل الستانلس دي دول 3 قطع بس. 3 قطع. تمام. 140. 140. في منها الاربعه برضو الدوار. تحفه، حلوه قوي. وفي الاربعه الدوار فوق اهي يا جماعه، عايزه اقول لكم سعره جميل قوي. الاربعه ده بكام؟ الاربعه ب 180. عايزه اقول لكم سعره حلو قوي قوي ان هو ستانلس ويبقى كده كده، ده جميل قوي. ده ازاز مستورد. واخد شكل من بره زي كده. تمام. وده سعره 40 جنيه. ده 40، ده متقسم يا جماعه لخمس اجزاء. تمام. 40 ها؟ الشياله دي؟ الشياله دي ب 100. دي ب 100، دي دورين. دورين. وفي الطقم ده الفراوله. الطقم ده الفراوله الدوار بيبقى عامل 55. والاثنين دور بتاعه ده بيبقى عامل 95. 95، الكميات موجوده لتجار الجمله متاح. عندنا كمان علب المناديل الصاج. دي معانا. بصوا المعدن، ايوه. 45. 45. في اشكال بقى، يعني بصوا في، يعني انا مش عارفه اجيب ايه ولا ايه، ما شاء الله الاشكال كتير، وفي غامق وفي فاتح. براحتنا خالص. دي اشكال تانية من البطرمانات. ده طعم برطمانات بس تركي. ده حاجة غير اللي هناك. ده ايه بقى؟ اربعة مع بعض بقى حجم اربعة. تمام. بيبقى عاملين 80. 80. حلو قوي. وفي كمان السكرية اسمها ايه؟ بونبونيرا. دي اشكال بقى منها برضو، دي شكلها كبير جميلة قوي. دي بكام؟ دي بتبقى عاملة 60. صراحة حلوة قوي على فكرة، وازازها حلو. وفي بقى صينية التحمير دي بتدخل الفرن ولا بتصفي فيها اللزيت؟ بتدخل الفرن عادي. بصوا في الشكل ده. التليجرام ليها فيديو. ليها طب انا هسيب لكم لينك التليجرام وهسيب لكم اللوكيشن وكل التفاصيل في صندوق الوصف او في اول تعليق مسبق. في منها المربع وفي منها المربع. دي بتبقى مقاس صغير. بتبقى عامله 110. 110 والمستطيل. المقاس الكبير ده بيبقى عامل 140. 140، حلو قوي. المجات دي حلوه قوي. ده كل مجين لون ولا هو بيتباع بالقطع؟ هو كل مجين بيجوا في علبه زي كده. كل مجين بيجوا نفس اللون. تمام. بصوا بقى، يعني دي الاشكال، انا همشي على الاشكال. تمام، همشي على الاشكال وشوفوا الشكل اللي يعجبكم واعملوا سكرين شوت للتواصل على الواتساب. احنا عندنا شحن يا جماعه للقاهره الكبرى والمحافظات للجمله وللابطال. بكام قلنا؟ الاثنين مع بعض في علبه ب 15 جنيه عليهم مع بعض. لازم يكونوا نفس الشكل؟ الاثنين شكل واحد. تمام. دي السكريه البيضه، دي جميله قوي. هي شكل بيضه تصبغها وبونبونيره. تحطيها على تسريحه بونبونيره في اوضه ولادك، جميله يعني استعمالها حلو. بكام؟ دي بتبقى عامله 25. 25. منها شكل تاني زي كده. الشكل التاني ده برضو ترندي قوي يا جماعه. 25. 25. ايوه دي جميله قوي. انا جايبه منها، عايزه اقول لكم استعملها كتير، حلو جدا. وصفيت معايا بورسلين. بورسلين؟ الله على الحلاوه. الجواز بتاعها ده خشب زان. جميله، حلوه قوي. بسم الله ما شاء الله. دي في منها اشكال، يعني في اسود وفي ابيض. لا نازله الاسود الرخامي ده بس. اسود رخامي. طيب بكام دي؟ دي بتبقى عامله 180. 180، جميله قوي بسم الله ما شاء الله. طب ده الكاندي جار الكبير؟ الكاندي الكبير بس بينزل منها 3 مقاسات بس، متوفر حاليا الكبير. بصوا يا جماعه، ده اللي بقاعده ده تحطي فيه كوكيز بقى، تحطي فيه بقسماط، تحطي فيه بسكوتات. بصي استعماله كتير جدا برده، حلو قوي. طب دول ايه؟ ده شباك 3 مع بعض. ازاز ولا اكريليك؟ لا ازاز. ازاز؟ ازاز. عايزه اقول لكم شكلهم ملفت اصلا، يعني الازاز الملون ده ما بنلاقيهوش كتير. ده جميل قوي، تحسها حاجه حلوه كده. بكام دول؟ دول 3 ب 20. 3 ب 20، جميله جدا. عايزه اقول لكم اديني ولادكم كده تاكلوا فيهم عصير، جميله. ودي المجات بقى، دي تنفع هدايا قوي. دي مجات بورسلين كلها. سامحوني على الدوشه، في مروحه ورايا مش عارفين نقفلها. بص في المج اللي هو يد خشب والغطا خشب بيبقى عامل 85. 85. لا المج الاحمر ده اول مره اشوفه. الاحمر ده برده نازل معلقه زي كده. ده بورسلين برده 75. 75 ده مرسوم عليه تاج كده، ده جميل قوي على فكره. الحاجات دي تنفع هدايا جدا، وكل حاجه من دول بتنزل معاها المعلقه بتاعتها. كل مج بالظبط بيجي في علبته، وفي الوان، يعني احنا في موف اهو، في بيبي بلو، وفي السيمو كمان، وفي ابيض زي كده، وفي هنا الاحمر زي ما شفنا. بكام بقى الحاجات دي قلنا؟ ده 75، ده 75. 75 والاحمر؟ الاحمر 75. 75 واللي بيد خشابي؟ 85. 85 ده ايه؟ اللي هو بيد المرايه ده؟ ده بيبقى عامل 65. 65، تمام. طقم القهوه دي بكام؟ ده بيبقى عامل 265. 265، بصوا الطقم ومعاه ده بورسلين برضه. ومعاه الطبق بتاعه. منه الاسود وده وثلاث الوان. منه البينك والاسود والابيض. تمام ما شاء الله. عندنا كمان من ضمن الشغل بتاع الرفايع المعالق السيليكون الفرداني اللي فوق دي. دي ايه؟ انت اسمك ايه؟ اسحاق.
ماشي. دي ايه اللي فوق؟ دي جرانيت نفس الموديل ده، ده بيبقى واخد ده رخامي واللي فوق جرانيت، كلها صب سيليكون حته واحده. تمام، دي جميله. اه دي بتبقى عامله 25 بس كلهم معالق، مفيش اشكال ان انا حبيت اعمل طقم. لا كلهم معالق. تمام. طب والسكينه السيليكون؟ السكينه السيليكون 17.5. طب والشياله؟ الشياله 25. ودي مقشره؟ دي مقشره. وفي منها لا صيني. صيني؟ في منها قطعه البيتزا والمقشره. قطعه البيتزا والمقشره بكام بقى؟ اي حاجه فيهم 27. 27. تمام. ايه تاني هنا؟ في برضو طعم التوابل ده، طلت قطع بالمعالي زي كده بيجي في علبة. تمام. ده ب20. ده ب20. تمام، حلو قوي. الجزازة دي بتيجي بشالومو. اه دي زي عصاير كده للاطفال. جميلة. وبيجي لها الشالومو معاه ب10 جنيه. طيب تعالى بقى كلمني عن البطرمانات دي. دي حيتية. ايوه قلنا الاسعار كده واحده واحده. بص ال 500 مللي ده ب 50 جنيه. ده ب 50. ده ال 500 مللي. اه 750 ب 53. 750 مللي ب 53. اللتر ب 60. واللتر ب 60. اللتر و7 بيبقى عامل 70. ده 70. واكبر مقاس ده بقى ده ب 130. ده ب 130. ده كبير. ده يعني ده 4 لتر. ده بقى السمنه بلدي مع لو في حد بيشيل مش والكلام ده مناسب جدا. بصوا عندهم انت عارف احجام كتير. بيجي معاه برضه الجلده بتاعته. بيجي معاه ايه؟ الجلده دي اللي هي بتمنع الرطوبه والحاجات ده عشان ما تتقل. تمام. يعني هي مش محتاجه تعقمه. ده حقيقي. تمام، حلو قوي. ودي سكريه ولا بتاعت عسل؟ ده 3 لتر. ده 150. ما احنا قلنا 150 صح؟ ده 130 اللي هو 3-4 لتر. ده اصغر. ده اصغر شويه. 105. 3 لتر. 105؟ 3 لتر. 3 لتر. بصوا الاثنين جنب بعض اهو اصغر. تمام. ودي ايه؟ عسالة ولا سكرية؟ تمام. المعلقة زي كده. تمام. بكام دي؟ دي بتبقى عاملة 20. دي ب 20. كلمني بقى عن ده شوية عشان ده لفت نظري. حلو قوي. مج قهوة. بصوا يا جماعة دي أشكال وألوان لمج القهوة دلوقتي هو بيفتحه، أنا هفرجكم عليه على ما يفتحه. تمام. عندنا مثلا اللون الزيتي واللون الأحمر والأسود والبينك. دي أشكال كده وبيجي في علبة لو أنت جايباه هدية. الله، بصوا المعلقه بتاعته اهي. ده المج اهو. والطبق بتاعه والمعلقه الذهبيه. والطبق القعده بتاعت الفنجان جايه على جنب شويه يعني برضو. ايه في حركه. ده بكام بقى الطعم ده؟ حط المعلقه والسكر. 45. 45 بالشنطه بتاعته يعني. بصوا هو ليه شنطه كده الواحده. شنطه هديه لو هتقدميها. ما شاء الله، جميل جدا. طيب الطعم ده ايه؟ طعم تسالي ده ولا؟ ده طعم تسالي دوار. يبقى زي ده كده. البولة بتاعته برضو بتخش الميكرويف والفرن لو انت يعني كده للحاجة. حلو قوي. ده بكام ده؟ ده بيبقى عامل 50. بصوا يا جماعة هو مكتوب عليه 55 اهو، هم عاملينه طبعين القناة 50. تمام، حلو قوي. طيب عندنا كمان السكريات دي باشكالها دي ب 10 جنيه. ب 10 جنيه، حلو قوي. والبرطمان ده ليه فتحتين. دي ملاحة. ناحية ايه؟ الناحية التانية مفتوحة؟ تمام. الناحية التانية اللي. ده بكام ده برضو؟ ده بخمسة جنيه القطعة. 5 جنيه. وده الكبير بتاعه؟ لا هو بس الكرتونة بتاعته. هو. طب ايه ده؟ ده طعم استكانة للشاي والحاجات دي. تمام. بيجي الطعم 18 قطعة. 6 كوبايات و6 معالق و6 اللي هي الكوستر بتاعها. تمام، يعني الصينية مالهاش علاقة؟ لا، الصينية لوحدها بتتباع لوحدها. تمام، يعني زي كده؟ اه. بكام بقى ده كده؟ ده 50 والصينية ب 15 جنيه. والصينية ب 15، تمام، حلو قوي. في بقى البطرمانات دي. ده برطمان 4 مع بعض زي كده بيجوا في علبة زي دي. بيبقى عامل 20. ده ب 20. والطقم الدوار ده برضو كام؟ ده بيبقى عامل 45. والدورق اللي ورا ده دورق ولا؟ ده في دورق وفي العصارة. في دورق اهو اللي في النص ده وفي العصارة دي. تمام، بكام العصارة؟ العصارة 17.5 والدورق اللي هو بغطا وردة ده بيبقى عامل 20. غطا وردة؟ اللي هو الغطا الدورق ده. طب واللي في النص ده ايه؟ اللي في النص ده دورق برضه على شكل فلامينجو كده. تمام، بيبقى عامل 50. تمام، حلو قوي. بس ما شاء الله. في اللي هو ده بيبقى عامل 50 برضه الأربعة ده. ده أربع مجات بالحامل بتاعهم ب 50. في إيه هنا تاني؟ تعالى وريني بقى اللي هو القرطاس البطاطس. بتاعة البطاطس دي حط فيها القرطاس زي كده مع الصوصات والحاجات دي. تمام. بيبقى عامل 50. 50. ودي قطعت بطاطس اللي هي ماستر شيف ولا دي حاجه تانية؟ لا دي اللي هي اللي استلت بتعمل صوابع. بتعمل صوابع معاها خيار ولا شكل واحد؟ معاها خيار. ده الخيار بتاعه وراكب فيها اللي هو ده. دي جميله قوي. دي عايزه اقول لكم بتنجز جدا. حط البطاطسايه وقطع لك صوابع، اي حاجه عايزه تعملها صوابع عامه. تمام، تقطعها رفيع زي كده. هو الحجم اصلا حلو يعني. وريني الحجم التاني عامل ازاي؟ الحجم التاني
ده ارفع شويه للي عايزها تبقى محمر يعني مقرمشه اكتر. بكام دي؟ دي 105 ستانلس. 105 جميله. ودي منظم؟ منظم اكسسوار. ده بالدرج زي كده. ده ليه درجين؟ بكام ده؟ ده بيبقى عامل 30 اللي هو الدرج واحد 15 والدرج الواحد 15. تمام. عندهم بقى السيتي بتاعت اللي هي ساندويتش ميكر يعني بتعمليه زي الجريل كده فيه، وعندهم الكاستر بتاع الفاست وتقدري تحطي فيه على فكره العيش تقطعيه اربعه برضو يعني. عندنا ده بكام الكاستر؟ 225. ده ماركه سنيفير. 225 ولا 250 عليه ضمان سنه. ده سيتي عليه ضمان سنه. تمام. وفي بقى اللي هو بتاع القهوه او التسخين ده بكام؟ ده بيبقى عامل 130. والكبه دي كلها ستلس؟ دي ستلس كلها. بكام؟ صح؟ تبقى عامله 240. 240. عايزه اقول لكم بيشكروا فيها جدا جدا ديت يعني. الله دي شكلها جميل قوي. انت قلت بكام؟ دي 240. 240 جميله قوي. الستانلس بتاعها شكله نقي جدا وحلو. فرجني عليها بقى واحده واحده. بص ده الماتور بتاعها اهو بيبقى سرعتين زي كده من فوق، سرعه اولى وسرعه ثانيه. تمام. والسلاح بتاعها بيبقى اربع اسلحه زي كده وكلها معدن والسلاح معدن. دي اربع اسلحه من جوه. اربعه. دي حلوه قوي ما شاء الله. الاربعه دول بكام؟ جميله. وبتيجي فايل بقى اهي. دي معاها ضمان؟ لا دي مستورده. خامتها نظيفه. خامتها نظيفه. تمام. انا عايزه اقول لكم حلوه خامتها فعلا حلوه قوي بسم الله ما شاء الله يعني. ودي بقى عايزه اقول لكم دي تقدري تحطي فيها كيك لو عامله صينيتين كيك كبار بتاخد. تحطي فيها بقسماطات، تحطي فيها مخبوزات، تحطي فيها ما بتقولش لا. هي لكل حاجه. دي بتبقى عامله 100. دي مركب بيجر. دي تركي. دي تركي. دي ب 100 منها التشكيل ده كل ده بيجر. والمدوره بكام؟ المدوره 70 الكبيره والصغيره بتاعتها 60 والصغيره 60. وفي التشكيل كمان فينا شكل الخضار بتاعتها التركي ديت برده بكام؟ 75. 75. وده ايه ده؟ في حاجه ثانيه؟ ده خل وزيت وملح. تبعها؟ تبعها تركي البيجر. تمام. بكام؟ بيبقى عامل 65. يا جماعه تمام حلو قوي. وفي بقى اللي هي بتبقى على اكريليك. بكام اللي هي الاكريليك؟ 50. 50. المضرب بتاع النستفيه ده عايزه اقول لكم تحفه عن تجربه بسم الله ما شاء الله. ده سيتي اي حاجه سيتي عليها ضمان سنه. اي حاجه. تمام. المضرب والكنكه وبتاعت القهوه المطحنه دي برضو احنا جربناها كده حاجه. انا واخده المضرب بتاع النستفيه ده ممتاز جدا، ينفع في البودره بتاعت النستفيه او بتعملي فوم للبن حلو قوي. والمضرب دي بيت كمان بكام ده؟ المضرب 165. تمام. والكنكه؟ الكنكه 95. ومطحنه القهوه؟ 175. مطحنه القهوه اهي ب 175. تمام ما شاء الله حلو قوي. في بقى الكاتل ده كمان، ده فلامينجو. ده فلامينجو. ده بيبقى ستانلس لتر 8. لتر 80. لتر 8. و8؟ و8. تمام. بينزل منه اللتر 8 واللتر ونص. واللتر ونص يعني ده الكبير. ده الكبير. ده بكام؟ بيبقى عامل 85. وفي اللي هو اللتر ونص 75. واللتر ونص 75. تمام حلو قوي. ده بايركس بقى. ده بايركس 2 لتر و2 من 10. حلو قوي. كام بقى؟ ده 195. 195. تمام جميل جدا. كل الحاجات دي على ضمان سنه برضه. كل الشغل بتاع الكاتل ده يعني على ضمان سنه. في الكهرباء بتاعنا. تمام. بص دي اللي بتاعت الصابون، المضافه بتاعت الصابون ومعاها الاسفنجه دي للمطبخ كده صح؟ دي مطبخ. دي بكام بقى؟ دي بورسلين. دي بورسلين. تمام. القطعه بتبقى عامله 45. 45. عايزه اقول لكم تنفع هديه او ليكي في البيت، هي تحفه تحطي فيها الصابون كده جميله جدا. ودي الالوان بتاعتها ولا في الوان ثانيه؟ ثلاث الوان. هي ثلاث الوان حلو قوي. دي اللي هي البلاستيك. بلاستيك. هي ليها الشاليمو بتاعتها تحت عشان لما تضغطي تجيب بصوا تضغطي كده بيطلع لك الصابون على تضغطي من فوق وهي تحت الشاليمو بتاعتها واصله لاخر تحطي بقى ميه وصابون تحطي صابون وشغاله معاكي. دي بكام؟ بكام؟ 17 ونص. كده شيلات للكرات والحلويات. دي ماركت بيجر برضو تركي. تمام. تبقى عامله 15 جنيه. 15 جنيه في منها الالوان اللي احنا شايفينها دي. في المقشره دي 5 جنيه. 5 جنيه طيب. في الملاحه اللي هي الغطا الورده دي في منها الوان كتيره بيجر برده ب 7 ونص. ب 7 ونص ما شاء الله. تمام. في هنا كمان العصاره. دي عصاره برتقال او ليمون. تمام. طيب في كمان ده طرموناس 5 جنيه. بصكت دي ايه؟ ده طقم 3 قطع بيبقى تركي. مدوسه زي كده. الطعم على بعض 275 الثلاثه. دول كده 275 الثلاث قطع مع بعض. تمام. كلمني بقى هات كده مج من ده وده هاتهم. المجات ده اللي هو هتستخدميه في النسكافيه زي كده بالمضرب. الله ده حلو قوي.
يعني ده تضربي فيه نسكافيه وتغذيه. ده اللي هو المضرب الجديد اللي هو اللي طالع جديد. تمام. في منه الموديل ده والموديل ده. بصوا ده حلو قوي، عايزه اقول لك ده جامد جدا ده. ده انا اشتريت الكوره بتاعتي خلاص. ده بورسلين على فكره مش صيني. فده بورسلين مش صيني، بيحتفظ بالحراره اكتر كمان على فكره. بصوا شكل المج ده عاجبني قوي، حلو قوي. اللي فوق ده برده جميل، اللي بيحب الحاجات الغامقه ده جميل. اي مج دول ب40 على فكره. ده بقى الباسكت بتاع ايكيا ده حلو قوي، عايزه اقول لك وحجمه كبير على فكره. ده بكام؟ 22. وفي منه الوان، في منه البينك والبيبي بلو والاكوا والجراي. تمام ما شاء الله حلو قوي. في كمان عندنا الطقم المنظم الثلاث قطع ده. ده استخدمي توابل اكسسوارات الحاجات دي بغطاء واحد، ثلاثة مع بعض. يبقى عامل 30. 30 في اشكال على فكرة، في الشكل ده. في اشكال وفي الشكل ده. الشكل ده كده، وفي شكل كمان ناقص، ودي مطبقية الحوض. دي مطبقية الستانلس، دي بتبقى عاملة 140. 140 معاها صفاية المعالق بتاعتها، وفي كمان عندنا الجردل ده اللي هو الدواسة والحلة ستانلس واليد كلها ستانلس. تمام ده بكام؟ بيجي معاه 2 غيره. بيبقى عامل 450. 450 ده تركي؟ لا ده صيني بس حاجة لوكس نضيفة يعني. تمام. ماركة جوزيه. ماركة جوزيه. تمام. طيب ودي اللي هي اللي اسمها ايه؟ دي التركي برضه اللي هي بتاع الباركيه. الموبيل الجديدة. بيبقى عامل 175. 175 دي حاجة تانية؟ دي تركي برضه اللي هي بعجل. بس كلها بلاستيك، بتبقى عاملة 150. 150 تمام. في هنا بقى المبشرة دي للدرج، دي برضه عملية قوي على فكرة وحلوة. دي في منها الوان كتير، ودي تركي، دي ماركه بيجر. بيجر تركي. بكام دي؟ 17.5. انا عايز اقول لك بقى النهارده الفيديو كان مميز جدا. بصوا ما شاء الله يا جماعه، يعني احنا جينا برضو بهدلنا الدنيا. تسلم. انا مبسوطه جدا ان انا كنت معاكم النهارده. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، اشوفكم على فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.